جاء وفد عراقي مالي واقتصادي زين للتفاوض مع البنك الفيدرالي. أنا قرأت طيب الأسماء، أسماء الوفد، صدقني ما شفت واحد من عندهم، زين وأنا مسؤول عن هذا كلامي، وهذا قلت الكلام يعني مو جديد، ما شفت واحد من عندهم عنده شهادة أكاديمية بالاقتصاد أو بالمالية أو بالعلاقات الدولية أبدا. زين واحد من عندهم أدري شال من دازينهم المن مودينهم واحد من عندهم تعرف شنو شهادة؟ لا بس جاوبني، مودينهم يوقعون على بياض، جايين يتلقون الأوامر لا أكثر ولا أقل. ها تفضل. أنت نعم. الآن أنت الآن روح تصفح. لا قل لي شنو شهادة، شهادة اللي بضمن الوفد شنو رديت تقول؟ واحد من عندهم شهادته بكالوريوس تربية بدنية. تربية بدنية؟ تربية بدنية. تربية بدنية. زين. يا سيد الكريم هذا رايح يتفاوض لو يمرن الدولار؟ لا رايح يشترك بجيم هنا زين بنادي رياضي. زين فلذلك تلاحظ يعني اقتصادنا على قول وزير المالية الأسبق الدكتور علي علاوي، وهو طبعا خبير دولي حقيقة، طيب يقول مرة سؤال قال احنا في العراق ما عندنا اقتصاد، زين احنا عندنا مالية. قال له شنو الفرق بين المالية والاقتصاد؟ قال له المالية مثل انت عندك صندوق امين، امين صندوق عفوا، عندك امين صندوق يجيب الفلوس منا ويوزعها منا، هذا امين صندوق. اما الاقتصاد، الاقتصاد تجارة وزراعة وتبادل تجاري وضرائب وما اعرف صناعة وثروة سمكية وثورة ثروة حيوانية أشكال وأرنب، هذا كله يسموه اقتصاد. زي. احنا بالعراق ما عندنا اقتصاد. احنا الآن وزارة احنا الآن وزارة المالية شنو شغلها؟ تستلم الأموال مال البترول زين وتوزعها على الرواتب وعلى الوزارات وعلى شو اسمه يعني مصاريف الوزارات وإلى غير ذلك.